بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول بعد المئة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يبين الشيخ رحمه الله أن الطيبات والنعم إنما أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار، أخذ من قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال: وكذلك قال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. ولهذا ميز سبحانه بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين. ومع هذا لم يكن أحله بخطاب، بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا أو مرفوعا: موقوفا ومرفوعا، الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وكذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون مسكوتا عن تحريمه عفوا. والتحليل إنما يكون بخطاب، ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إلى قوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب، لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء بشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر،
ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع، فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذا قط، إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك، والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا، لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره، لأن هذه بمنزلة استيلائه على المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، لأن الله أفاءه إلى مستحقه، أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق ليستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. لكنه لما قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صار الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.